السلام عليكم طلاب، عندنا المحاضرة الأخيرة إن شاء الله، هي المحاضرة رقم 8. عنوان المحاضرة الـ World Wide Web اللي هي WWW باختصارها. حنتحدث بها عن كل شيء يخص الإنترنت وشبكة الإنترنت. بعد المحاضرة مثل ما نشوف بأول فقرة بيها معرف لك الإنترنت بكلمة واحدة، هي شنو كلمة؟ الـ Infrastructure اللي معناها البنية التحتية، يعني يقصد بيها كل شيء بشكل عام يخص التواصل بين الناس عبر الأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها. شنو نسميه هذا؟ نسميه الانترنت. الانترنت بعدة انواع واحجام، طبعا الاحجام شو اقصد بها؟ من حيث عدد المستخدمين، عدد السيرفرات، الخوادم المتصلة بها. طبعا اكو انترنت موجود بمكان العمل، مثل انت وين، مدرسة، مستشفى، باي دائرة كنت. واكو انترنت يجمع الحواسيب والاجهزة الموجودة بين عدد من البنايات، مثل ما شرحناها سابقا محاضرة رقم 6، قلنا شبكة اللان والوان وغيرها. عندنا ايضا اجهزه الموبايل الحديثه، سمارت فونز، والاقمار الصناعيه اللي هي الستلايت، واي جهاز الكتروني، كلها تعتبر جزء من الانترنت اذا شنو استخدمناها بشبكه الانترنت. الشبكه العالميه الانترنت اللي هو اختصارها الدبليو دبليو دبليو، شنو علاقتها بالانترنت؟ الانترنت العام هو عنصر مهم على راس البنيه التحتيه لشبكه الانترنت، يعني هي تعتبر من طرق الدخول الى الشبكه. هي مو طبعا الطريقة الوحيدة نقدر ندخل بها الانترنت، اكو طرق هواية، مثل على سبيل المثال الايميل ما يحتاج ندخل على ال www ولا الرسائل النصية، بس شنو هي تعتبر اشهر واكثر الطرق استخداما، يسمح للناس بكل مكان بالعالم لتبادل الاراء والافكار بيناتهم. يعني باختصار يقول لك شنو الفرق بين الانترنت بشكل عام وبين الورد وايد ويب. يعني هو باختصار شبكة الانترنت اللي هو ال www تحول كل ما يتعلق بالانترنت من اجزاء هاردوير وسوفتوير يستخدمها، كل شيء يخص التكنولوجيا، الى الحياه عن طريق هاي الشبكه حتى نقدر نستفاد من عندها. عندنا الفقره رقم 2 اللي هي اسمها WWW Exploration، يعني معناها استكشاف شبكه الانترنت العالميه. احنا وين نقدر نستخدم هاي الشبكه ال WWW؟ وين نقدر؟ لما نريد نتصفح او نبحث عن اي ويب بيج او اي صفحة الكترونية بالانترنت، سواء كانت شنو لاغراض ترفيهية او علمية او تجارية، لازم نستخدم خدمة الشبكة الانترنت العالمية. وشلون نستخدمها؟ لازم نستخدمها بوحدة من المتصفحات المعروفة، البروسينج، نسميها البروسينج، مثل شنو؟ نعطيك امثلة، الجوجل كروم، الفايرفوكس وغيرها من المتصفحات المعروفة. الفقرة رقم 3 شو اسمها؟ انترنت سيرفيس بروفايدر اللي هو اختصار ISP. شنو معنى هاي الفقرة؟ معناها مجهز خدمة الانترنت. طبعا اكو شركات متخصصة حتى توصل لنا خدمة الانترنت الى كل المستخدمين او المستهلكين، مثل شنو؟ سواء كان شركات، عائلات، مستخدمين موبايل، هاي كلها شنو يعتبرون يوزرز او كونسيومرز، يعني مستهلكين، باستخدام عدد من العناصر والأدوات المهمة. مثل شنو شي يستخدمون هاي الشركات؟ يستخدمون الألياف البصرية يسموها فايبر أوبتكس، والأقمار الصناعية، وأسلاك نحاسية، وغيرها غيرها من الأدوات. طبعا أهم هاي الشركات معددت لك كم شركة معروفة، مثل IT&T والبرايت هاوس وغيرها. عندنا النقطة رقم 4، الويب سايت. الويب سايت شنو معناها؟ ويب سايت هو موقع يحتوي على صفحة أو عدد من الصفحات الإلكترونية موجودة على شنو؟ شبكة الإنترنت. هاي الصفحة تكون معرفة باسم، اسم معين هي خاص بيها، شي يسموه هذا الاسم؟ الدومين نيم. لازم تكون منشورة على الأقل على ويب سيرفر واحد، يعني تنخزن به هاي الصفحة. الأمثلة على هاي الصفحات هواية، أكيد مر عليكم، يعني مثل الأمازون، جوجل دوت كوم، الويكيبيديا دوت أورج وغيرها. هاي الصفحات حتى نستطيع انه ندخل عليها يكون عن طريق شنو؟ عن طريق الاي بي اللي هو اختصار انترنت بروتوكول الخاص بشبكة الانترنت. طبعا هاي اكو بعض المصطلحات اللي حنحكيها احنا شرحناها سابقا محاضرة رقم 6. ايش قلنا عن الاي بي؟ الاي بي يكون عبارة عن مجموعة من الارقام والحروف خاص بكل جهاز متصل بالانترنت، ونفس الشيء بالنسبة لكل صفحة ويب على الانترنت الها الاي بي الخاص بيها، سواء هاي الصفحة كانت موجودة بشبكة الانترنت العالمية او شبكة الانترنت الخاصة، خاصة بمنطقة معينة، مثل اللان اللي شرحناها ايضا سابقا محاضرة رقم 6. شلون نقدر نحصل على هاي الصفحة؟
نقدر نحصل على الاي بي الخاص بكل صفحة بكتابة العنوان الكامل لهاي الصفحة. شلون نكتبها؟ باستخدام شنو؟ باستخدام ما يسمى باليو ار ال، اللي ايضا شرحناه بشكل مبسط بمحاضرة رقم 6، وان شاء الله راح نشرحه بشكل مفصل بهاي المحاضرة. طيب بالمحاضرة السابقة شرحناه يعني بشكل بسيط جدا، هسه ان شاء الله بالنقاط الجاية حنشرح اكثر عن هذا اليو ار ال. الصفحات الموجودة اللي هو الويب سايت على الانترنت اكو بها عدة انواع لعدة اغراض، فاكو مجموعة من الناس يستخدموها، مثلا شركة معينة او موقع لشركة او منظمة معينة. الاغراض شنو؟ اغراض ممكن ترفيهية، تعليم، تجارة، تواصل اجتماعي، كافة الاغراض طبعا تستخدم. بس شنو اللي المشترك بها؟ ان معظم هذه الصفحات اللي هي على الويب سايت المنشورة، اما تكون منشورة على شبكة الانترنت العالمية اللي هو www، تكون شنو؟ العامة الناس، او على صفحات خاصة تخص موظفين عاملين بشركة معينة مثل شبكة الانترانيت اللي شرحناها بمحاضرة رقم 6. عندنا شنو هسه؟ الفقرة او النقطة رقم شنو؟ 5، ويب بيج كونستراكشن. احنا حكينا عن الويب سايت، موقع الصفحة. هسه حنجي نحكي بشكل مبسط عن شلون تركيب وتصميم اي صفحة على الانترنت. طبعا كل صفحة على الانترنت تنبني باستخدام عدة ادوات وخطوات خاصة، مو اي واحد يعرفها، لازم فقط المتخصص يعرف يصمم بالانترنت، يعرف يستخدم او يصمم ويب بيج على الانترنت. لازم شي يستخدم، مثلا يستخدم لغة ترميز خاصة يسموها ال HTML، هي اختصار شنو؟ الكلمة اسمها الهايبر تكست مارك اب لانجويج. هاي اللغة تنطينا معنى وهيكلية الصفحة اللي احنا نريد نصممها، وطبعا مو وحدها، بمساعدة عدد من التقنيات مثل ما يسمى بال CSS اللي هي اختصار للكاسكيدنج ستايل شيتس، وايضا باستخدام لغات سكريبتنج يسموها سكريبتنج لانجويج، اهمها واشهرها لغة الجافا. كل صفحة من هاي الصفحات على شبكة الانترنت تحتوي على هايبر لينك، اكيد سامعين هايبر لينك. شنو فائدتها؟ تودينا من الصفحة الحالية اللي احنا بيها الى عدد من الصفحات الاخرى المتصلة بها بهاي الصفحة. الهايبر لينك شنو؟ يكون عبارة اما عبارة عن يعني شنو، جملة او كلمة او صورة، بمجرد انه نخلي الماوس عليها راح تودينا للصفحة الثانية المتصلة بالصفحة الحالية اللي احنا بيها. شو نعرف الهايبر لينك؟ ايضا يكون عادة لونه ازرق وتحتوي على underline، يعني اكو خط جوا الكلمة او جوا الصورة او جوا العبارة. هاي شنو؟ شلون نصمم صفحة الكترونية او ويب بيج على الانترنت.